جيت خياط من عمري 18 لحد الآن أنا ورا الماكينة. ليش؟ لأن ما عندي مساعد والخياطة لسه ما عاد تساعد، لأن هذا الحاضر بالسوق أكثر علينا. ويعني تدري أنت يعني إذا 30 دجاجة ياخذوا بـ20 و18 هو مو يخيطوا 25 أو بـ20. كنا الله يرحمه حج خير عباس الزمو علي الزمو هادي الخياط زكي الخياط حسن الخياط مواليد 33، احنا هاي كنا شدنا بالسوق. الجهاز هذا المعلق وقت هنا بدل ما ياخذ دجاجه ب20 25 ب18 ما يخيط ب25 او 20. هاي وقفنا بيها ساو جاكيت عربي يفسر ساو جاكيت هستاكو بالسوق بكربلاكو بالنجفكو بالكاظمكو عندنا بهذاناكو ما يجي خير ما يجي خير عندي. هلو كفنا ولو شو لو على شغل بلد يا ريت قلني عند الله وشكور أبول نعم ولا اعتاد الواحد الساعة ما المشواق ما يطلع من هنا المصرحة لو ما ضوج تماما عريض أتركه بس منين أكل؟ أصدقاء عندي معربانية برا الخارج عندك بجيلي الضوعية المزاريع الحويجة عندك هنا أنا يتلو المجمع عندك العواشات عندك المحطة أنا عندي هكل بذولة شانو عندي وعنده حجة غير ما أقول بس عندي وعنده حجة غير ما نلحق صاحب جاكيت دجاجة بجاكيت ما نلحق وفلوس الحمد لله وشكر. يعني يجي أبو القاط أقول له هلقد أخاف يقول لي شو دعوة منزل شوية ولا شغلة ماشية شغلة ماشية خير من الله هسه لا والله دقت راحت